السلام عليكم. ان شاء الله في البروبلم دي هنشوف السورتد بير سام. لو انا عندي سورتد اراي ورقم اكس، عايز البير اللي موجود في الاراي بحيث ان السام بتاعه يكون اقرب سام للاكس. فعلى سبيل المثال لو انا عندي الاراي دي او الليست دي اللي هي 10 22 28 29 30 40، وعندي الاكس 54، ده معناه انه اقرب سم لي هو 22 و30، اللي هو 22 بلس 30 هيديني 52 ماينس 54 نيجاتيف 2، الابسولوت فاليو ليها 2، ده كده اقرب سم. لو خدت اي رقمين تانيين وجمعتهم هلاقي ان الديفرنس ما بينهم وما بين ال 54 كبير، اكبر من ال 2. طيب خلينا بقى ناخد كده، ادي الليست ال بت ايكوال 10 22 28 29 30 40، وخلينا ناخد الاكس بي ايكوال 54، وبعدين هديفاين فانكشن. الفانكشن دي اسمها الكلوزست كلوزست سم مثلا او كلوزست بير. دي بتاخد ال وبتاخد الاكس وبتعمل الاتي. فكرة حل المشكلة دي ان انا هبدأ بتو بوينترز او تو انديسيز، الاندكس الاولاني او الستارت بي بوينت الاندكس الاولاني، يعني الستارت بتاعي هيبقى بزيرو والاند بتاعي هيبقى بي بوينت على اخر element هنا اللي هو عبارة عن لين ال ماينس 1. وبعدين هيبقى عندي برضو ال خليني اقول انه الكلوزست ده بي ايكوال الرقم نفسه اللي هو الاكس اللي هو اكبر. ده مش اكبر فرق، ممكن ده يبقى اوكي. احنا عايزين نخلي الكلوز دي اكبر حاجة ممكنة، فهنخليها float infinity. تمام. بعد كده هنقول طول ما الستارت اقل من الاند هنعمل الاتي. هنروح نحسب الاول الابسوليوت ديفرنس اللي هو عبارة عن ابسوليوت الستارت بلس الستارت بلس الاند ماينس اكس، ده الابسولوت ديفرنس او اللي هو الفرق ما بين السميشن بتاع الستارت بلس الاند والنمبر بتاعي اللي هو الاكس. وبعدين هتشيك على اذا كان الابسولوت ديفرنس ده اقل من الكلوزست، يبقى انا عندي نيو كلوزست، يبقى الكلوزست بتاعي اللي هو بيكوال الابسولوت ديفرنس. ويبقى في الحاله دي النمبر الاولاني، خليني بقى اقول هنا ايه ال بي 1 وبي 2، ادي بي 1 وادي بي 2. يبقى في الحاله دي بي 1 بيكوال ال ستارت وبي 2 بيكوال الاند. بعد كده هتشيك لو كان ال ال ستارت بلس ال ال اند لو كان اكبر من الاكس، ده معناه ان انا عايز اجرب التو نمبرز اللي هم اقل شويه. طالما عايز اقلل الرقم هعمل ايه؟ هتحرك للشمال، يبقى هحرك الاند ماينس ماينس. إلس ده معناه ان هخلي ستارت بلس بلس اند ماينس ماينس اند ماينس ايكوال 1 هنا ستارت بلس ايكوال 1. وفي النهايه بعد ما اخلص خالص هريترن البي 1 والبي 2. يبقى هنا انا عندي ادي بي 1 وبي 2 بي ايكوال الكلوزست بير ال واكس، وهبرنت البي 1 والبي 2 طلعت 22 و30. شكرا.